هذا المنتج اللي راق السوق السارمس اول. طبعا هو انا ما اخذه عشان البي سي تي، هو يأخذ في اي وقت بس انا ما اخذه عشان البي سي تي. اول عشبة في هذا اللي قدامك الحين اسمها التونغات، هذه العشبة عجيبة وقوية جدا. هذه العشبة العشبة هذه يعني محفزة للتسترون، وبغير انها محفزة للتسترون يعني تصلح للبي سي تي لأنها ترفع التسترون وتقلل من الاستروجين، هذا أهم شيء فيها يعني. هذه عاد الحين العشبة الثانية، إن شاء الله يطلع التصوير عاد واضح. هذه طول العشبة ترابلوس، هذه العشبة معروفة والمعروف لا يعرف. هذه العشبة موجودة بأكثر المحفزات، محفزات التسترون يعني بكل محفز تلقاها، لكن عشبتنا الأولى لا، هي مطلوبة ما تلقاها بكل محفز. هذا ايضا حمايه، العشبه هذه الثانيه حمايه للبروستات كبر، غير انها تعطي نشاط ويقظه وشراسه في التمرين. وهذه العشبه الثالثه اسمها ستينك، الستينك هذه يعني خاطر الكوليسترول، جيده تنزل الكوليسترول. انتم عارفين دايم اللي في سايكل يكون الكوليسترول عندهم، تنزل سكر الدم، والاهم من ذلك انها مضاده للاكسده، شاي الأخضر مضاد للأكسدة، شاي الماتشا مضاد للأكسدة، يعني جدا جيدة وهي مضادة للأكسدة بشكل جيد. هذا الرابع ستانالون، معروف ما يحتاج ستانالون، خلاص محفز ذكورة من الأخير ويعطي شراسة في التمرين. هذا عاد اللي هو الأكسجينين، هو طبعا يلعب بالدهون، شرطة الدهون يخفضها، وغير انه بيخفض الدهون بيعطيك كثافة عضلية، لانه يساعد ان الجسم يخلق البروتين يعني داخل الجسم، ويعطي توازن للهرمونات، يسوي بالانس للهرمونات. عشان كذا احنا دائما نقول هو داخل الكورس او بالبي سي تي تراه يعني جيد، يوازن الهرمونات، غير انه بيعطيك تحمل وطاقة اثناء التمرين. بس انتبه ترى يفتح الشهية يعني افطلة، يعني انتبه له، انتبه له شوي، اكيد بيفتح شيء. تعرف ليش؟ لان اي شيء يساعد على بناء العضل داخل الجسم وتكوين البروتين اكيد بيفتح شيء شوي عشان يعني تاكل. ويعني هو خلاصه المنتج هذا انه يخفض الدهون في الجسم، منتج قصدي العشبة. المنتج الاخير وينه هذا؟ ديم. هذا كل الناس تدوره، الديم كل الناس تدور، هذا يرفع التسترون، يرفع يعني الى 200، يعني يرفع التسترون، والله رفع يعني قوي، ويخفض الاستروجين، حلو يرتفع التسترون وينخفض الاستروجين، المعادله اللي كلنا نبحث عنها. غير انه يحمي البروستات، البروستات تتاثر في الكورس، تتاثر من اشياء كثيره وخصوصا بعد الأربعين، لازم الواحد يسوي له كبر ويسوي له تنظيف. احنا ما نعرف الا حب القرع اللي يسوي تنظيف للبروستات، كان في منتجين من مصر وقطعوه، وفي الحين بالصيدلية منتج سعودي ومنتج أمريكي، حبة 10 صغيرة يعني تأخذ منها حبتين 20، زينة تسوي حماية لكن مو هو بالطريقة اللي نبيها. وقبل لا ننسى الثالث اللي هو ستيس، يلا والله إني يلا هنطقه، ستينك يلا هنطقه. هذا بالعربي العشبة يسمونه عشبة القرض، هو عبارة عن القرض، والقرض معروف انه زي البروستات بعد.